ما رح تهرب مني يا أشر، انت إلي. انت شو عم تساوي هون؟ في شيء جيت لأعطيك يا. شو هو؟ هاد شو عم يساوي معك؟ خطيبتك توفيت عقيدي. هلأ الوقت المناسب لنقتل الأشقر. مو مناسب هالمكان. لك هذا الرجال اللي قتل أخوك، شو نسيت هالشي؟ اسمع، رح نستنى الفرصة المناسبة. لا تكون غبي حازم. جيتي بهالوقت لتعطيني هالطوق؟ قلت هالموضوع بهمك. كنتي بعتيه بالشحن؟ والله خفت انه يضيع. شكرا لك يا أنسة. ما بعرف شو بدي قلك. هالطوق مهم بالنسبة لي. طيارتي رح تطلع الليلة، لازم اروح. أنا آسفة، لا تواخذني. إمتى طيارتك؟ بعد 3 ساعات. طيب ثواني لغير أو عي وجهي. ما في داعي، بدبر حالي. دير بالك على أنسة لبين ما أرجع. تحت أمرك سيدي. ماشي، أنا بخبره. أجا الضيف أخي وقال إنه رح يورجيك العينة بكرة. حازم، خد جهاز الخرائط وروح على محل البضاعة، تاخد سبيكة من هنيك وبكرة بتجيب علقة. ماشي عمي. حازم، اصحك تلاحق الضابط الأشقر، عم تفهم؟ طيب ماشي. مو منيح لصحتك كل هالقد سكر. أنا ماني ناوي ختير، لا تشغلي بالك. مو بالضرورة تموت فوراً لأنك عسكري. بس العساكر ما بيموتوا، بيستشهدوا. لما أجيت على المشفى هديك الليلة، وقت عرفت إنه أنت حبيبة، كنت رح أعطيك الطوق بس فوراً طلعت. عرضت عليها الزواج قبل التفجير بشوي وهي وافقت. كنا رح نتزوج بالصيف. هي كانت عايشة بفرنسا. وافقت تجي تعيش بتركيا مشاني. كنا ناويين نستأجر بيت بشي حارة ونعيش سوا فيه. قررنا نفرش البيت بغراض مستعملة. هي بلمسة من إيدها بترجع كل شي جديد.
كنت متأكد إنها رح تزرع ورود بكل مكان. واتفقنا الربي كان مشان لما أرجع على الكتيبة ما تمل. لهالدرجة صعبة إنه نخسر حدا منحبه؟ الأصعب نكون سبب خسارته. ليه عم بتلوم حالك؟ خلص بكفي، ما عليك ذنب ابنه. لو ما فتت على حياتها يمكن ضلت عايشة، ويمكن لو ما فتت على حياتها ما كانت عشقت أبدا، كانت رح تعيش وحيدة ورح تضل تتمنى إنه يكون في بحياتها شخص مثلك. والله ما بعرف، يعني إنه هي تموت بالوقت اللي أنا قريب من الموت دائما، بحس هالشي فيه ظلم وما أنه مقبول. ما في شي اسمه ظلم، أنا دكتورة، لو شفت كيف الناس عم بيموتوا كل يوم لاستغربت كتير. شكرا والله كلامك ريحني. لا تواخذني على اللي قلته رجاء. طيب تأخر الوقت كتير، صار لازم روح. ماشي أنا رح وصلك. لا ما في داعي، رح أخذ سيارة إجرة منهم. لا لا مستحيل أقبل بهالشي. بالمناسبة أنا بهار. يا فوز